السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في قناة وصفات أسماء للطبخ. اليوم راح نقدم لكم مشروب المخيط. هذا المشروب المنعش والمهدي للأعصاب، فيه النعناع مهدي للأعصاب وفيه الليمون اللي فيه بزاف فيتامينات وبالأخص فيتامين سي. هذه الوصفة طلبها مني خويا سفيان، قال لي كيفاش نخدم مخيطه في البيت. نقول له ما عليك، غير تبعني خطوة بخطوة وراح يجيك مخيطه جد جد رائع. هذا المخيط يشرب بعد وجبة دسمة أو وجبة سمك أو بعد. بسم الله وعلى بركة الله، نوريكم المقادير اللي نقدم بهم مشروب المخيط. هي مقادير جد سهلة ومتواجدة في كل بيت، ما تطلبش بزاف. عندنا زوج حبات ليمون يكونوا متوسطين ويكونوا فيهم الماء داخل، ما يكونوش ناشفين. عندنا كمية من النعناع يكون طري، وعندي كمية من العسل أو العسيلة اللي عنده عسيلة، وعندي 1 لتر من الماء يكون بارد جدا. الماء يكون بارد، لازم الماء يكون بارد. عندي هنا كمية من السكر، اللي ما عندهش العسل ولا العسيلة يستعمل السكر عادي بديل للعسل. وعندي الروبو اللي راح نخلط به. كما راكم تشوفوا هنا راح نقي هذا الليمون، راح نحلو كامل القشور والقشرة، بالأخص القشرة البيضاء هي اللي تخلينا المرورية في المشروب، باش ما تخليش المرورية فيه. إذا كان الليمون تاعكم فيه العظم نحو لك العظمة باش ما تطلقناش المرورية في كي نعود نرحو فيه، كي ترحى كامل من بعد ديك العظمة تطلق المرورية. كما راكم تشوفوا نقوا الليمون تاعنا، القارصات قارس، مشروب جد منعش. واحد كي يكون تعبان ولا يكون عطشان يشرب هذا المشروب يحس بالراحة، بالأخص يكون وجبة دسمة أو وجبة سمك رائع. هذه القشور مش حنرميهم، حنستحفظ بهم، نخدم بهم حلوة ولا حاجة أخرى. حطيت القشور الورق تاع النعناع ونزيد نفرغ عليهم الماء البارد، لازم يكون ماء بارد، أكدوا لي على الماء لازم يكون بارد. هنا بعد كنا نحي شوية حنضيف له العسل، كما راكم تشوفون هذا داخل الروبو راح نرحيه. وهكذا رحينا كامل المكونات وتحصلنا على المخيط. فيه الرغوة من فوق، ترحى لازم مكوناتي ترحوا مليح، والحلاوة تاعو لازم حنا نتحكموا فيها. إذا كان ناقص حلاوة نزيدوا له شي عسل ولا سكر، وإذا كان مليح نخلوه كيما راه. نصيحة، المخيط ما يترحاش حتى الوقت اللي نجي نقدموه، ولازم لازم لازم بالماء يكون بارد، ولا اللي عنده لي كلاصو يزيد معاهم لي كلاصو. بالصحة والراحة، وجربوه إن شاء الله ما تندموش عليه. وخاوتي خاوتي خاوتي، بالأخص أحبابنا وجيراننا وخاوتنا كامل اللي يحبونا، شاركوا معايا في القناة وديروا دقوا على الجرس، ديروا الجام ديروا الجام ديروا الجام لي كومنتار تاعكم، والوصفات اللي حبيتوها قولوها لي نقدمها لكم إن شاء الله. سلام.